سامعكم من سن وتتشي وتشتشي وا اي اي شو ديس يوشكو ونقاي شماس خلاص بعد جنو فيتو دق لايك دق اشتراك فعل جرس التنبيهات فيتو 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 ايش وان بيسو سي سي زاي سلو شوف 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 دق لايك جولدن فيتو بالدق لايك خلونا نبدا السؤال الأول لك يا أخوي إبراهيم. Give it to me, bro. أخونا الغالي عبد الرحمن. أيوة. يعني من بيس طبعاً يقول أقوى إيش أقوى ثلاث ضربات ظهرت حتى الآن. أقوى ثلاث ضربات ظهرت حتى الحان بنقول. لحد الحان. لحد الحان ومع جميع الألحان نعطي باس لبن عامي. أجلن واحد. أوكي أقوى ثلاث ضربات ظهرت لحد الآن أنا أشوفها صحة. لازم بالترتيب ولا بدون براحتك انا قلت ضربات بس رايمي هاكي اللي شفناها عند كايدو كلام سليم صح من ضربات الجبار ثاني يمكن من اقوى ضربات اللي هي لو بتكلم عنها ضربات روجر الهلاك المقدس كفو عليك من ضربات المجنونه والثالثه راح اكون ضربات الوايت بيرزلان اللي مسكت والله قلب المين فورد خلاها عليه طوفان كامل اغرق نص المين فورد تسونامي الوايت بير سود سنين ودي بقول لي ماكز اول فيه وكيد تسونامي الوايت بير لحد الحين ما شفت ضربة اقوى منه في وان بيس الفيتو الله 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 ما اختلف والله مع ضربات محمد بس في ضربات احس بدي اضيفها في هذه القائمة وبروح حق ضربة اكاينو اللي استخدمها في المارين فورد صراحة يوم استخدم النيازك هذا اللي نزلت من فوق أشوفه من أقوى الضربات اللي ممكن تقدر تحطها في ون بيس الثانية للأمانة بروح حق دوفلامينجو وقفص الطيور للأمانة شفته من أقوى الضربات يعني والحركات القوية جدا في ون بيس وكانت تقطع بلا هواد المباني وكل حاجة وما شفت أحد حتى قطع هالخيوط يعني انهزم دوفلامينجو وبعدين وقفت في أقوالنا ممكن تنقطع لكن ما شفت بعيوني انقطعت فهي الضربة الثانية الثالثة لو بروح والله صعبة زين لكن راح اختار حقت قوية يعني شو راح اقدر طيب الثالث الأمانة بروح مع ضربة لوفي سنيك مان اللي هزم فيها كاتاكوري اشوفها من ضربات القوية صراحة في ون بيس وتستحق تكون موجودة عطنا فيديو يا ماجد روح لا عطنا فيديو يا ريال صراحة قنعني محمد انا اسكت طيب اذا قنعك محمد لا تتكلم على الصوره انا قاعد تبي حقك ايش قصدك يعني لا مش لا ايش حقك هي قصدك يعني قصدك ان الفيديو حقك ما داعي ايه واضحه وصريحه لا قول صراحه رايك يحترم وانت ما في خليت احترام هو يحترم معي لا يحترم شنو قفص الطيور راشد رد عليه ذاك يلا عصب يا راشد شنو خلاص لا انا والله انا كنت بقولهم قالهم محمد عشان كذا كنت اتفق معاه مو بضابط قفص الطيور تقنيه سجن السيف سايد انا في السيف سايد محمد سوى السيف سايد انا اتفقت معاه الله يسامحكم بس يلا عطنا السؤال اللي بعده يا مؤكد رجع لي يعود السؤال لك يا ابراهيم بعد الباص الخايس حقك لا والله الباص كان احسن شيء الفيتو خايس واضح واضح يا جماعه انتوا سعيد الغير مبرر من اول حلقه واضح وصريحه حتى الباص قال خايس الفيتو خايس لا الباص جيد الفيتو 1 في 3 نزلولي يا شيخ تعال انا بي. ابو خرباش اللي ما يتخربش هلا والله حبيب ابو خرباش هيقول لك سؤال موجه الافضل محمد النعام يا بعد عمر ما اريد حتى الداعمين مشخصينها معي واضح والله انت مشخصينها مع عمرك ثلاث شخصيات كنت تتمنى ظهورها او دخولها في ارك وانو اوكي شانكس ثم شانكس ثم شانكس اتمنى دخوله وغارب ايضا كنت اتمنى دخوله لكن بحاجه لوجود هالشخصيات عشان توازن قوه اليونكو
كايدو قاعد تكلمني عن واحد زي كذا. والثالث صراحة اللي كنت أشوف إن دخوله كان بيكون مهم جدا في حدث وانو ميهوك كسيافين، حدث سيافين شانكس جاب ميهوك الثلاثة عشان نوازن كايدو، يعني حرام اللي قاعد يسقطون كايدو بس يستسكد لوفي لو طاقم لوفي، لا كيان زي كايدو يحتاج إلى قوة أكبر. طيب السؤال عندي أنا وما بقول بصراحة ما جاوب، أنا أشوف إنه خلينا نتفق مع محمد فيجار للأمانة، أتمنى يدخل خصوصا يعني علاقته بالروكس، فوجود اثنين من الروكس يكون موجود فيها جار بيكون كان شيء جميل جدا. الثاني للأمانة كنت أتمنى هو فيجيتورا، فيجيتورا تمنيت إنه يدخل في هذا الأرك، خصوصا إن إحنا ما عارفين شيء عن ماضي فيجيتورا وش اللي بيصير في فيجيتورا وش اللي سواه فيجيتورا، فكنت أتمنى إنه يكون موجود من أول أرك ويصير له يذكر ويتم ذكر إيش اللي سواه وما سواه. إن كان في شخصية ثالثة خلينا نقول لا ميهوك ما بيدخل صراحة، كلش ميهوك ما بيدخل. نقول شانكس أيضا تمنيت إنه يدخل في هذا الأرك، يعني بيكون أرك قوي جدا، خصوصا يعني إن الكاتب كان يقول إنه هذا ساق اليونكو أو شيء زي كذا قبيل، فلو كذا ثلاثة يونكو في حرب واحدة يو جنون على عظمه. تخيل شخصيات في جيتورا شانكس وغارب كايدو بيج مون في أرك واحد يو عظم على عظمة صراحة. هذا بالنسبة لي أنا، إذا حد عنده اعتراض أو يبي يقول شيء حبيبي الله يسعدك، أنا أقصد الناس اللي ساكتة وقاعد تضحك ولا ليك قلت شانكس أزعل ليش؟ يمكن بعد هذا اللي يبيه أدري أنا، إحنا قلنا نرضيك حنا. سؤال اللي بعده عندك يا محمد من أخونا الغالي جارلت أوف ريفيا حبيبي الله يسعدك اللي معك هذا الوتش هذا يدفعون له فلوس ينفذ مهام ويجي يدعمنا فيها، يدفعون له فلوس ينفذ مهام ويجي يدعمنا فيها يا اخي الله يسعدك. يقول لك السؤال ثلاث مواجهات بين اعضاء الطاقم مثل ما حدث بين لوفي واسوب تبغى تشوفها سواء كانت بسبب خلاف او تحدي. لا والله عندك سلاح اسمه باس، يعني باس انتقم من اللي باصالك. انا ما كنت انتقم منك يا حيوان، انا شرير شرير والله هذه شرير. القتال المقدر اللي كل يتمنى لا لا خلنا زورو سنجي هذا شيء يعني كل يتمنى يشوف هذا القتال وبيعرف هذا القتال سواء كان تحدي او خلاف، تحدي خلاف في ناس كثير يتمنون يشوفون هذا القتال، فانا صراحه احد منهم اللي اتمنى اشوف قتال بين الاثنين واشوف قدرات كل واحد منهم كيف يقدر يقاتل الثاني. هذا اول واحد حلو، هذا حلو. بعده للامانه يعني والله في واحد يبالي روبن نامي والله توقعت والله توقعت يعني بالمخدات الضربات كذا وهاجو وفهمكم كفايه اوكي ما احس حق ضحك تبي حق ضحك لا لا اصبر الثالث اصقع فيتو قول اللي تبي الثالث للامانه لكن يعني ابي قتال يعني ودي اشوفه صدق صدق بين الطاقم ودي فرانكي وجيمبي لا تسألني ليش بس أشوف دافعين أشوف بينهم قتال برضو صراحة ما عجبتني ما عجبتك تقدر تسقع فيتو ما تقول ما عجبتني قول فيتو إجاباتك ما عجبتني أما بدون فيتو ما تقول ما عجبتني فيتو إجاباتك ما عجبتني إيه حقك الحين حقك روح بس خلاص هذا اللي بقول عطني ثلاثة قتالات أفضل يا أبا سجلت لك فيتو الله يسعدك. طيب الخيار الأول لا خلاف عليه ولا غبار عليه الكل بيشوف فعلا زورو سانجي. الثاني المفروض يكون سانجي وجيمبي عشان برضو ينهي النقاش مين اللي فيهم أقوى من الثاني، مين اللي فيهم يستحق المركز الثالث، وهل مجرى نبي إجابة على السؤال، كثير من الجمهور يبحث عن إجابة على هذا السؤال. هذا إنسان الخيار الثالث برضو على أساس يعني سانجي منه كنت ما لا, لا 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 الخيار الثالث يكون ما بين بروك وفرانكي، بيكون مره مره كوميدي حلو صراحه هذا سوبر وذاك يرقد يطلق عليه ويقول له ما عندي روح بيتو يلا يا شوشو يلا اطربني يا شيخ اما راشد صار شوشو احنا ما نختلف على سانجي وزورو حلوين. قتال الثاني في ضحك بروك وسانجي حبهم للبنات يشوف كيف يتضاربون مع بعض أنا أشوف مضاربة فيها ضحك زين الثالث
الخيار الثالث صراحة بروح على الله 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 تصعيد هذا كذا ما قلتوه خلاص ما حقه يا مرة ثانية كم راح نقول أول شيء إن جيمبي بيتحرك لإنقاذ الطاقم القدامى اللي له علاقة بآولونج لأنه مبني جلدته وسانجي راح يغضب فسانجي راح يقول بس أعطاك السيناريو بعد إنك تذهب إلى هناك راح يكون بينهم قتال سانجي لأنه غاضب عشان نامي وجيمبي عشان بني جلدته وهنا راح نشوف منه فيهم الأقوى لأنه كان بينهم احتدام شراف اليوجن لما قال سانجي حق جيمبي إذا ما اعتدوت النامي راح هاشم ما يجي يكون جيمبي عطى نص عين من أنت يا بزر فنبي نعرف الحين منه فيهم اللي فعلا يقدر يهاشم وجه الثاني هذا رقم واحد رقم اثنين راح يكون ما بين تشوبا العملاق وفرانكي العملاق انا اعتقد ان تشوبا ممكن ياخذ تقنيه قويه جدا مع رامبو فيتحول الى عملاق وفرانكي يطلع برجل الي العملاق عشان يضطر يوقف تشوبا او العكس فرانكي يبي يسوي شيء متهول لانك ايش عنده رجوله ويبكي كذا فبيروح يغامر مغامره خطيه وتشوبا بيضطر يوقفه راح يكون بينهم قتال غير طبيعي عاطفي راح يكون يعني صراحه جدا مدمي بالنسبه لنا يعني مشهد يدمي العين والقلب نعم هذا اللي راح نشوفه قدام وإذا كنت بتكلم عن القتال الثالث وصراحة وبرضه راح يكون قتال مؤلم جدا لكن خاصة راح يكون من شخص غير متوقع قتال غير متوقع راح نشوفه ما بين لوفي وزورو هذا كنت بذكرك لوفي وزورو كذا ما لوفي يسوي أشياء تنافس زورو في الطاقم من لوحته إلى كايد تحدي لوحته للبيج مان في وسط محل تحديهم مع كايدو في كذا شغلة وكان زورو قال حق لوفي لما جاء جوسف سويتها مثلا شيء زي كذا وحاتك الطاقم وقال مقودة كنت بتوقف في طريق حلمي راح أقتلك حتى قالها بس هذا قبل السنتين فأنا أشوف أنه ممكن لوفي يسوي شيء الحين وزورو يقول له ما راح أسمح لك هنا زورو راح يحط صيبة بس هم يقول له ما راح أسمح لك تبي تسوي سوى على جثتي خلاص قلت لك أنا الطاقم خط أحمر وهنا راح نشوف هل ما مش زورو يبي يترك الطاقم ويختلف مع لوفي لا لوفي عاطفي ومثل ما جيم بيوقف لوفي بالقوة زورو بيوقف لوفي بالقوة والله السيناريوهات حد ما تقنعتني بس شيء بسك تطبيل بسك تطبيل والله بسك حخ بسك حخ بسك حخ انا قلت لك سنجي وبروحك عشان نضحك عليه نامي و ايش مخدات طلعوا طقوا مخدات طلعوا مخيم ولا مركز صيفي هذه بسم الله يا شباب تصعيد غير مبرر مره انت اللي بديت تصعيد غير مبرر شلون بتفوز على وبنوم عندها 100 يد 100 مخده كف واحد بتموت ما ادري السؤال اللي بعده عند محمد من اخونا الغالي خلف الفضل ولكن السؤال عندي كيف لان السؤال موجه لي انا انا اعطيك كل اللي اقل حق بعد ما جاوبت السؤال يرجع لمحمد لا لا اليوم مش مع ولا ما معك ولا شيء ابو خليل عادي عادي انا ضد العالم كله يقول لك وان وسخ لا وان الطير بل اللي مع فيفي قال ان هنالك خمس فواكه زون قادر على الطيران وحتى الان ظهر لنا بيل الصقر كايدو يطير كينج يطير ماركو يطير والحصان اللي في سكاي بيطير فهل هذا الشيء ينفي نظريه التنين الاحمر غرب الذي بين قوسين يطير في النيران يعني استقعاد يعني سؤال مفصل تفصيل عشان يستقعد عليه طيب اوكي هو فعلا قال فواكه زون تطير ولكن الواضح بالنسبه لي انه يعني عصافير يعني عصافير فعليين وليس والله تنين عنده قدره الطيران ولا ديناصور عنده قدره الطيران فالعصافير فعليا الفواكه زون اللي عصافير يعني عندنا صقر شاهين حمامه حمامه شيء زي كذا هذا 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 الفواكه زون اللي كان يصير يلا العنقاب حطه معكم على جنحان النار يعني مو جنحان حقيقيه يعني هذه زون أسطورية يعني قال فواكه زون عادية يعني الجواب كان يقول فواكه زون عادية فواكه زون أسطورية تقريبا يعني كلها تطير أصلاً فواكه زون أسطوري يعني من يكون زون أسطوري فأكيد إنه يطير ما عندنا إلا أماتر وريشي لا فعل اللي ما تطير بس زي ما عندك نحرك رقبته تطير يمكن ما تدري تفضل السؤال عندك طيب هو عاد كايدو من بينهم إيه طيب
قاعد اسمك على ايه صار اسمك على العموم. قالت يا ما تبقى حلقة تنانين لا تطير تنانين تصنع سحب وتتمسك بها في السماء تجري في كطائر التنين لا يحسب. لكن إذا تبي دليل إن شانس ما عنده تنين أحمر غير بيطير مثل نيران كلمة كايدو حق مومونوسكي هذه الأرض لا تتسع لتنينان ما بدأ تنين واحد قالها كايدو انتهينا. جولدن فيتو قاعد أحمر راسي يوم يجولها يوم يجولها هذا كايدو يوم يقول هذا الكلام كان مقصد ان انا ما في احد يقدح قدام راسي انا التنين الوحيد في الدنيا. ولكن فعليا يقصد في وانو طبعا ويقصد نفس النوع اللي هو التنين الافعى ذا اللي يطير تمسك في الغيوم. ولكن فعليا التنين الحقيقي التنين الاحمر الغربي الذي يطير وينفذ النيران شانكس وجاي قدام ان شاء الله جناح واحد. نعم يطير بجناح واحد. لا مو والله قصدي حقيقي والله قدر اقدر اسوي جولدن 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 ما قلت شيء ولا كلمه. اسمع يا اخوي ايه انا بقول لك شيء قل. انا قدحت من راسي في الشيطان وطلع ايه. خلك قادر بيجيك التنين ايه. ويجيك مع الذبايح 10 ذبايح ان شاء الله وصلت 10 ذبايح اتوقع تقريبا قاعد يطبق قانون الجذب في نظريته. هذا قانون الجذب صارت قانون الجذب باقي نظريه اخوي قانون الجذب هذا قانون الجذب. ماجد من التحديات اللي جات على التنين ما يدري كم ذبيحه من كثرهم ما يدري بس انا اتكلم عن نفسي هذا اللي 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 عنده امانه وبيجي ذبحها جزاه الله خير. انا عن نفسي قايلها ذبيحتين والله بيقعد مثل زواكي فوق الذبايح ماسك السيف قلت انا ما مع عيالك وتصير على حسابي. يلا يلا اللي بعده. السؤال اللي بعده عندي انا من اخونا الغالي جالرت اوف ريفيا مره اخرى. اوه يا اخي شكلك ذبحت سحره واجد انت. فلوس فلوس فلوس. دول السؤال موجه للتنين الحساوي ماجد. الله يسعدك الله يسعدك. سؤال منطقي شخص ماجد لانه تنين. يقولك سؤال منطقي شو أيه. السؤال لماذا ينتقد إيس ويمجد النسخة الرديئة من حسابه على حسابه بالرغم من أن كلاهما وصلوا لأعلى مرتبة في فريقهم كلاهما متهورين وعاصين أوامر قائده. أيوة صحيح. أوكي باختصار أنا بالنسبة لي من وجهة نظري أشوف سابو غير معارض لأوامر دراغون بل ينفذها ويمشي عليها وتدرب على يد الدراغون على الهاكي ما اعتمد على فاكهته وحين اخذ فاكهه فهو كان قوي ووصل الجيش القائد الثاني للجيش الثوري بدون فاكهه بس بالهاكي وعنده مخلب التنين وحركات تدريبات ووصل للموصل دي. لا تقولني فيتو باس لك يلا تفضل جاوب. بكل اختصار انه عاطفي يقول لك سابو ما يخالف اوامر دراغون قالتها له كوالا في حدث الدسوزا الى متى احنا يتم عتبتنا بسبب كثره مخالفتك واتباعك لهواك في تطبيق الأوامر. لا سابو يخالف الأوامر وسوى أشياء كثيرة عاطفية حتى دخلتهم لبيبي قاعدين يحاولون يسيطرون عليه مو هو بقادرين. فسابو عاطفي مثله مثل إيس. ممكن احنا ارتبطنا عاطفيا بالوايت بيد ونبي نلوم أحد على هزيمة الوايت بيد فقعدنا نلوم إيس معنا مو هو بدهم بإيس. قالوا هذا شخصية أبوه. قال شانكس قال طبعا إيس رجع فهذا شخصية جولدي أوجر كم توجينا أن ينسحب من المعارك وكان يرفض ويستمر في المعركة حتى لو كانت كل الفواصل ضده. فالولد سوى أبيه إيس مثل أبوه. فأنا ما لي هدف في الحياة غير اسمها رجال اللي أنا اللي هو الويت بيرد قاعد أضحي بحياتي عشان بوغ فوق كذا انحاش واحد يسبه. ايش بقى لي هدف في الحياه؟ ما بقى لي هدف في الحياه يعني هذا الهدف الوحيد. ولا كانوا يتمنى الموت من قبل فقط ان احنا تعاطفنا ضد ايس لان احنا كنا نبغى شماعه نعلق عليها احباطنا من هزيمه الوايت بيرد وموت الوايت بيرد وكنا نقول بقالت ايس. لا والله لا بقالت ايس ولا فيتو والله اعلى من هو معلمي ها بعد عمويه قول باختصار اللحية البيضاء داخل المعركة ميت وما كان تفرق معاه ضحى إيس ولا ما ضحى إيس. غباء إيس في العودة من وجهة نظري تسبب في أن
تضحية اللحية البيضاء راحت أبان منثورة، تضحية رفاقك كلهم اللي ماتوا في المعركة راحت أبان منثورة، الحرب دي كلها قائمة من أجل إنقاذك، لو أنقذناك لنجحنا في الحرب، ولكن بيتو. أنت كنت سؤال واحد، لو أن سابو يوم أنه رجع الجزيرة ومطق دراغون ومات دراغون بسبت أن سابو أهبل ما انتبه أن ذاك بارجس كان يلحقه، ما كنا بنسب سابو من عن خيره نفس ما سوينا في إيس؟ هي نفس الشيء، بس إنه لأن إيس سابو الكاتب ما يبي يخليه يعني عاق مثل ما سوى إيس من قبل، فقال لك لا عادي إيس خلنا انحاش أو خلوا تركوا الأرض زي كذا. بس الحقيقة لو أن دراغون وقتها مات أو خربت مخطط دراغون وكل شيء، كان إحنا سبينا ولعنا سابو أكثر حتى من إيس، هذه حقيقة. فإحنا عاطفيا مرتبطين مع إيس، لأن إحنا ما كرهنا إيس، لأن إيس يوم إنه أطلقوا صراحة كلهم رجعت مرة ثانية، هذا السبب اللي خلينا نسبك. ترى سابو يوم يتحرك ويأخذ الفاكهة كان من نفسه، ما حق قال راح هناك وراح أخذ الفاكهة وقاتل عشان الفاكهة، هذه مغامرة، والمغامرة هذه نتج عنها إنه واحد لحق ولقى مقر الثوريين. أيوة. فهذه برضو مغامرة وخطأ سواه سابو، بس إنه ما كان الخطأ ودى بحياة دراغون، لو مودي بحياة دراغون كان سبينا إيس سابو لعناه أكثر حتى من إيس نفسه. فلا نجي نقول ذا لا، نعم إيس غلط ما أقول لا، لكن الغلط إحنا حقدنا وكرهنا لإيس إنه بعد ما هربوك رجع، بس هذه شخصيته، ونفس ما هذا سابو شخصيته، ونفس ما لوفي هذه شخصيته، ترى كلهم ثلاثة شخصياتهم نفس الشيء، كلهم نفس الشيء. ما أدري أنا الضار اللي كلامه داي بس ما حد سمع في بعيد المرة الثانية. اللحية البيضاء كان ميت ميت، سواء رجع إيس ما رجع إيس، اللحية البيضاء أساساً قال لهم امشوا أنا بموت، فما ما إحنا قاعدين نلوم موت اللحية البيضاء على إيس، اللحية البيضاء داخل مضحي بحياته عشان ينقذ ولده، وقال خلاص أنتوا عيالي روحوا أنا بوقفكم كلكم، ولو إنك ما رجع كان نجيت أنت وده، فغبائك اللي خلاك ترجع هو اللي خلانا نحقد عليك، لأن تضحية اللحية البيضاء صارت هباء منثورة. فما احنا قاعدين نلوم ايس على موت اللحية البيضاء، نلوم ايس على ان موت اللحية البيضاء راح هباء منثورة، ما فاز بالحرب، الحرب كانت بيتصل فيها وانه انقذ ايس، ولو ما توقع عادي يموت، هو اساسا داخل بيموت، هو قال انتهى عصري، انا جاي ابي اخوض الحرب الاخيرة في حياتي، هو مبسوط انه بيموت في الحرب، جاي بيموت في ساحة المعركة ومات شامخا طعم يعني، بس مقهورين على البلاك بيرد، مقهورين على كاينو، بس ايس غباءه ما يعني الوم بلاك بيرد، الوم كاينو على موت اللحية البيضاء، ما الوم ايس، ايس غباء عودته ما له دخل، اللحية البيضاء ميت ميت، رجعت ما رجعت ميت ميت، هو قال لهم روحوا وانا بموت هنا، جاي ساعد المعركة بموت، اصلا ما بقى من عمرك كذا نظر مغذيات وكذا، ما بعيش زي كذا، بعيش بيتو اول يا راشد بيتو حرقنا اسلحتنا، ما في شيء، ما في شيء اسمه هذا غباء منه، هذه شخصيته، لما يضيع زورو ولا لما يستهبل لوفي ما حد كلنا نقول هذه شخصيته، ليش ندافع عن شخصيات احنا نحبها؟ لما يجي على شخص عشان مات الوايت بيت يقول لا الوايت بيت ادن بيموت الوايت بيت، انا وانا جاوب ادن الوايت بيت بيموت، لكن هذه شخصيته. شفنا جارب قال ترى كان قاعد لما ايس كان بيقتل، لما جاء لوفي هجم عليه، ليش هجم على لوفي ووقف علشان ايس؟ ايش الفرق؟ لا في فرق، شخصيه جارب العائله، هذا مش عائلته، انت يا ايس انت اخترت هذا المجال، انت يا لوفي مهما اخترت انا بتحرك، انا وصي عليك، مهما اخترت مهما رحت راح اسوي هالشيء. احنا لما شفنا دراغون سحب على ولده وقال راح تفهم اللي انا بيه في الاخير، احد قال عنا عاق ولا احد سبه ولا احد قال اوكي بيشرح لنا شنو يبي يا رجال. ستيل شنو خلصت اسلحته بقى شفنا لوفي كان بيعدم اول قبل ما يطلع وتدخل ابوه بعدين سحب عليه. في شخصيات في بعض الشخصيات كذا، ايه شخصيتها كذا طبعها، زورو من اقوى السيافين وبيكون اقوى سياف من طبعه انه يضيع، والله اقول هذا والله غبي، لا سانجي هو قوي وشجاع لكن من طبعه انه خروف، اقول لا والله هذا غبي، سلامات ما يصير. إيس مو هذا طبعه، هو سريع الغضب، احنا شوف احنا شفنا اكاينو سريع الغضب، طيب ما حد قال انه تتصرف من نفسه او يستعجل، يقولك هذا طبعه لانه بركاني، طيب إيس نار نفس الشيء، مثل ما البركان سريع الانفعال والانفجار، إيس سريع الاحتراق بسرعة يحترق على اي شيء. يا رجل لوفي قال له انضم لي، قال له مين قال لك انك بتصمك قراصنة؟ هو شيء يصير اوياجي لو عاش شنو هدف إيس؟ طبيعي راح يموت.
طبيعي راح يموت. خلاص هدي هدي قتلته يا واشد. هذا واجك كثر الله خيرك ما قصر. هذا انت اكاينو هذا الويت بيد وذا قاعدين. السؤال اللي بعده من لوير ناصر المحامي ناصر منورنا يا هلا والله هلا هلا. سؤال عندي طبعا بعد الباص ولكنه موجه لملك النظريات محمد النعم. ارجعتك سايس ارجعتك سايس. يقول الكل يعرف تيج عنده فاكهتين ويمكن ياخذ ثالثه. فهل ممكن يكون قوي لدرجه انه يواجه ريلي ويخليه علم عن مكان الون بيس بحكم ان لوفي بيوصل قبله على عدد البونجريف اللي مع لوفي؟ انه يكون اقوى من ريلي يعني؟ يعني يجلد ريلي ياخذ الثالثه ياخذ المركز الثالثه ويجلد ريلي وياخذ البونجريف ويروح قبل لوفي. لا يا عمي يجلد ريلي. لا والله اذا اخذ الثالثه لا وقف سوي شيء لا لا احتار البطل. شوف يجلده ايه ممكن انه يغصب يعلمه مكان الون بيس والكلام الفاضي هذا. بدري عليك بدري معصي معصي معصي. انت الوايت ميل خلاك تتهجل حياتك تخلي ريدي يتكلم والله ما تهبل انت وخشمك وضوسك المكسره يا قذر يا وضيع يا تبل يا زباله. لكن لا ممكن انك تتفوق على ريلي ايه لكن مجرد ما تتفوق عليه بيكون رجال مات ولا يسمح لاشكالك انها تجبره ما حيقدر يجبره. والقرصان الحقيقي مستحيل. لوفي في السجن ما تكلم. نامي اللي هي نامي لما كانت البيج مام وسجنتها في كتاب في سجن الكتاب تبيات علمها عن مكان لولا ما رضت تنطق بشيء. بروك البيج مام مكسرتها قالت لها انسكت من شيء لا كذب عليها ولا علمها. فريلي بيتكلم. لا 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 اليوم منطقي صراحة صراحة منطقي والله اليوم منطقي على غير العادة. السؤال عندي يعني بعد كلام محمد اللي على ما تم ما في زيادة فأنا أسوي رتويت لمحمد ولا نقدر نزيد على كلامه شيء صراحة يعني قال لي خطرنا كله زيادة. أبقي شيخ محمد قاله وكلامه على ما تم وما الحين ها ما في حد يعارضه لا ما أنا فهذا جواب بالذات صراحة أقنعني بكل ما تأتي من قوة. أشكرك. بس الباقي ما دخل. السؤال اللي بعده عندك يا راشد من اخونا الغالي زي باك اتمنى ان نطقت الاسم صح. هل يوجد حد اقصى للقوه في ون بيس اي باكس. بمعنى محمد انت اكثر واحد اي بمعنى ان الشخصيات تستطيع التطور الى قوه هائله بلا حدود ام هنالك حدود؟ لا انا اشوف ون بيس الحين من القتالات انه لا والله كل واحد يتطوع على هواه يوصل الى اقصى الدرجات. لكن جاء طاري الحدود اكثر من مرة. كيهوتي قال هلاو انك بلغت حدودك فما راح تقدر توصل اكثر من كذا. تيربل قال حق لاو ايضا في حد معين للفاكهة اكثر من كذا ممكن تموت. لما جاء لوفي بالهكي قال له لو استنفذت الهكي حقك ما منك فايدة. هذه كلها في حدث دسوزا. ايضا كايدو الحين لما شفناه في حلقة 1052 قال لك ذيك انه استنفذ طاقتها. فالحدود موجودة لكن انا اشوفها ان احيانا ولكنها موجودة. ينسى عمل لما يقول لك تقتلوا 10 أيام سلامات. شلون تقتلوا 10 أيام كايدو بس يومين أي يومين ما كمل يومين في أونيغاشيما طيب أونيغاشيما بغى يموت قاعد يلهث ليلة لو باقي ليلة. فأنت ليلة وقاعد تلهث فما بالك أو كيجي وكان يقولي متقتلين 10 أيام شانكس وميهوك متقتلين 10 أيام يا رجل جيمبي وإيس يقولي 5 أيام وكايدو يلهث في ليلة مو منطق. فأنا أشوف صراحة إنه أحياناً يسلك يقول لك في حدود واللي أنا أشوفه لا والله بكيفي. أنا اليوم بكتب بدون حدود بكرة بكتب بحدود اليوم بدون حدود بكرة بحدود ولقنعني إن كايدو ينهز في ليلة وأكان وأكيجي تقتلان 10 أيام أخ لو عندي فيتو بس أخ فيتو تكفى طلبك من وجهة نظري شخصياً نعم في حدود ولعل أن في وان بالذات قالها كايدو إنه يعني خاص في مرحلة توصلها ما راح تقدر تتعدى هذه القوة. هذا أقوى شيء تقدر توصلها في حياتك بعد ما راح تقدر تزيد وقتها أكثر. أنت وأنت صغير ممكن في ينمو مثل ما قاعد يصير معلوفة حاليا قوته قاعد تزيد أكثر وأكثر وكثير من القرارات اللي يافعين يصلون مدى بس أنك في يسمونه البيك يعني هذا خلاص أعلى مرحلة توصلها وصلتها ما راح تقدر تتعداها أكثر منها. فلربما القتال اللي كان عن أكان زي كذا خلاص هم وصلين البيك حقهم فقدرة تحملهم تقدر تحمل لين ذا. بالنسبة لموضوع كايدو هذا وجهة نظري الشخصية انه لو ما كان
يحمل ونيجيشيما ينقلها لانه قاعد تستنزف منه طاقه مو طبيعيه، كان ممكن يقدر يقاتل 10 ايام بكل سهوله ما عنده اي مشكله، لكن هذه قاعد تستنزف من طاقته لذلك انزال طاقتها. ففي حدود للقوه ما حطها ما اساسها، بس يقول لك انه في حدود للقوه توصلها خلاص بعدها انت ما تقدر توصل شيء اكثر من كذا. ولعل ايضا حتى في الحرب المارين فورد يوم لوفي سقط جا قال له فيانكو كنت خلاص وصلت حدك ما راح تقدر تقاتل اكثر من كذا الا يوم نشحنه واسترجع قوته زياده مره ثانيه فرجع قاتل وكان عليها اضرار جانبيه للوفي. وكذا نكون وصلنا لنهايه اسئلتنا في باتريون، شكرا للداعمين أريغاتو كوزايماس. وإذا انت وصلت معنا إلى هنا لا تنسى تشترك في القناة، اللايك الشير والنشر، هذا دعم كافي ترى بالنسبة لنا. إذا تبي سؤالك يطلع في الحلقة بالتأكيد ضع سؤالك في الباتريون بعد ما تدعمنا ب$10، لكن إذا أنك ما تبغى تدعمنا في الباتريون برضو هذا حقك، اكتب سؤالك في تعليقات اليوتيوب وأكثر سؤال راح ياخذ تفاعل وراح ناخذه في الحلقة الجاية. والحين ننتقل إلى حبايبنا اليوتيوب، شات اليوتيوب جيناك. سؤال اللي بعده يعود لك يا راشد بعد الباص من أخونا الغالي يونس، يقول نوع من القوة لو كان موجود في قصة ون بيس ستكون القتالات أفضل. باص أبو خليل أحسن مخترع القوة. تفضل يا أبو خليل. السحر. نعم أوكي. السحر لو ضفت في ون بيس اتوقع بتكون معنا، طبعا قوه ون بيس حلوه حاليا لكن اجبرتني اضيف فاقول قوه السحر بتكون ممتازه جدا وحلوه صراحه. هذا جواب. السؤال اللي بعده من اخونا الغالي حمد، اتمنى طلعت الاسم صح. انا والله عندك يا راشد بعد الباس اذكر ثلاث مشاهد خلتك تموت من الضحك في ون بيس. ستيل ثلاث مشاهد. ستيل ناجح وموفق من الاخ الظريف ابراهيم. شوف في مشهد ما انسى حق صراحة باقي ايه يوم انه دخل منجم لما انصاد قالوا تعال انت تشتغل معنا وقالوا شو حلو كذا، هذا مشهد مستحيل انسى ولا موت عليه الضحك صراحة برا موت عليه الضحك. المشهد الثاني في سكايبي يوم نامي فقعت وجه لوفي وسبوا اللي معايا ما ادري ايش كان المشهد، بس انه كذا بعدين فجأة وجابوا وجههم فقعوا اي بالضبط. هذه صراحه برضه كان سنجي اللي فقع سنجي طقوا كان يطقطقون عليه ايوه هذه فقع زورو سنجي اي بالضبط وفقع مع اسو. فهذا مشهد صراحه برضه يعني مره مت عليه بالضحك ولا انساه. ايضا المشهد الثالث تكفى والله شوف يا جماعه صدق مت من الضحك فيه، كان في ترى ما تقول اصبر يا اخوي كان في مشهد في شو اسمه حقت الجزيره ذي لا كندريان وودي ضحك صراحه كذا بارك ها تيلر بارك يوم الضل دخل في يعني جا زورو هذا المشهد صراحه مت على الضحك يوم دخل في لوفي الضوء قال انتم ما تدربتوا عزيمتكم وما سويت كذا فجاء دخل قال ايه تمولت انا هنا مت من الضحك ومشاهد ذا فيها كثيرا الاوان بس هذه جت في بالي حاليا حقت شو اسمها؟ بيرونا فيرونيكا بيرونا يوم ندخل لا عاد المشكله ان زور قاعد هاي تقول انتم ما دربتوا روحكم فهمت يعني قاعد تقول مشكلتكم عزيمتكم ضعيفه فقاعد يهاي ثاني لم اولد فصراحه ثلاث اشياء جات في بالي واللي اتذكرها حاليا وقلتها فاذا عنده جولد بيسكع يقول سموا عندكم كثير. السؤال اللي بعده لك ابراهيم من اخونا غالي لكس سنسي 77 اوكي اتمنى طلعت الاسم صح. ثلاث شخصيات من خارج ون بيس وتضيفها داخل ون بيس تصير ينكو. ستيل. انا سمعت ستيل بنفس الوقت من اثنين منهم محمد وراشد ورق حجر مقص خلص لعبوا مع بعض يلا حجر ورق والله لا تغش يا الدوب حجر ورق اسمع ورق اسمع وانتم جابوا اوكي يلا حجر ورق مقص روح عندك اوكي ثلاث شخصيات بضيفها من ون بيس وتصير يونكو تاكامورا من الانمي ابو عند العزيمة عند القدرة عند القوة عند القيادة عند الكاريزما تخليه يصير يونكو وبسهولة. هذا طبعا بضيفها شخصية كوميدية بس عندي تعلق عاطفي
وغير طبيعي. فرنجي من أقوى طالب في التاريخ العجوز فرنجي هذا بيصير مو بيونكو هذا حتى يمكن يصير ملك القراصنة أنا وحا. والثالث صراحة واللي قادر على هالشيء أوكيم من كينغدوم جنرال أوكيم من كينغدوم قادر أن يصير يونكو ويكتسح البحار ومناسبة له البحار. السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده عندك يا محمد من أحمد سويدان أتمنى نطقت الاسم صح. أيه. عطني أغبى وأسمى سيناريو لنهاية ون بيس. ستيل ستيل ياس نجحت بعد ما أعطيني باس كان لازم أسوي ستيل. سالفة الحلم إنه يصحون كذا يقول لك آه كنا نحلم والله العظيم والله لا أغسل الشرع عودة وأتركهم في استر أمري. تذكر سيناريو أبو خليل لا زين خليل قوته بالقهر والله ذاك سلامة تبعي يا شباب لا إلا 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 ده سيناريو ده سيناريو أسمج وأغبى سيناريو اللي بالنهاية حق جميل ما ينحط فيه واحد يحط قلدر ويسقع يحط سيناريو إبراهيم عشان يعرف لا 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 شنو كان سيناريو؟ إبراهيم يقول يموت من من الندم من إيش؟ القهر لوبي يموت من القهر أنا طاقة ممكن أموت يموت الطاقة ودلوقتي يموت الطاقة. سؤالي بعد سؤالي بعد سؤالي بعد عندي أنا من أخونا غالي ميهوك وباريون شو الاسم؟ أوكي. لو واجه لوفي جميع أعضاء الجرمة في ذلك الموقف لكي يستعيد سانجي هل سوف ينتصر عليهم وبدون تدخل أحد؟ ستيل أعطيك فرصة لا أعطيك فرصة أعطيك فرصة بس ما تبي يلا راح كان عندك باس بس ما أدش فيك مباحي والله ظني استخدمته تبون الصراحة يعني لوفي إذا بغى يرجع شخص والله لو مين يوقف قدامه الله يرجعه البيج مام اليونكو البيج مام اللي ما تخلي شيء يطلع من أراضيها حي مثل خوينا جولدن فيتو الله الله سكت زهرة معليش شوف ويرجع بالعزيمة يرجع بالإرادة يرجع بحس الصداقة نعم لكن هو السؤال يقول لك يواجههم في قتال الحالة بدون تدخل هل كان بيهزمهم يرجع؟ لا والله ما راح يبدأ بيج مام بكف واحد طيارته كايدو برايمي هكي واحد طيارة فقتال لو نقاتل الجيمة كلهم تقول لي انه بيقاتل ريجو وإيتشيجي ونيجي ويونجي وجاجي خمسة تقريبا ديلي حد الحين بيقاتلهم الحالة وموجود جنود الجيمة كلهم وبدون تدخل والله لا يفت تكون في فتك هو ما قدر يعني ما هيقدر توه طالع من قتال الكركب الجيش الغاضب داسو فهو توه طالع من قتال الكركب وبيرجع سنجي وغمن عن دولة والله ما كان بيقدر الحالة لا لسه إذا حدث وانو ما شفت عند لوبي مقوم واحد يخليه يشيل جيش الحالة لو انك معطيني اسماء اخرى غير لوبي اقولك ايه تقدر لان شفت عندها مقومات تخليها تشيل جيش الحالة بس لوبي لا والله ما شفت عندها للحين أنا أبي أشكرك اللي ما خلتني أجاوب إذا يفوز ولا لا أنا بس قلت يسترجع بس حبيت التدخل كان جميل إني ما جاوبت إيه أنا متلقي الضربات يا عطنا السؤال اللي بعده يا ماجد قبلتني يلا السؤال اللي بعده لك يا راشد بيقول غالي كيرا كلنا نعلم أن الهكي طاقة روحية وتيج يقال أنه يمتلك ثلاث أرواح فهل الهكي لديه ثلاث أضعاف الشخص العادي؟ لا ما أعتقد أوكي ممكن هو قالوا إنه ممكن عنده ثلاث أرواح لكن مو معناتها ثلاث أضعاف يعني هاك الملك عنده يصد ثلاثة ينكو عشان عنده ثلاث أرواح فيتو أيوة ما قيل النتيجة عنده ثلاثة أرواح نامي قالت من هو قال زوبل من هم بس ما جاء طاب إنه عنده ثلاث أرواح أخذ فاكهتين يعني أخذ فاكهتين لكن ما له علاقة الأرواح بها شيء والهكي جزء من الطاقة الروحية وليس كلها طاقة روحية لها علاقة بالعزيمة لها علاقة أيوة. بأشياء كثيرة لها أيوة. علاقة بالإرادة لأن إذا جعت أو مرض ما تقدر تطلقه لو أنه طاقة روحية ما لها علاقة الجوع والمرض فيها فهو مرتبط بأكثر من شيء هل لو عنده ثلاث لو فرضنا عنده ثلاث أرواح هل راح يضعف الهكي؟ لا لن يتضاعف الهكي لأنه مربوط بجسمه أيضا فهو جسد
واحد في النهاية، فأحد الروابط يكون شيء واحد، لا لن يتضاعف أكثر من كذا. جولدن بيتو صبر لين آخر الحلقة عشان يضرب الجولدن حق له يختمها. يلا يلا شوف. أقول لك سكتها شهر ونطقة كفر. طبعا الثلاث أرواح هذه نظرية، ما في شيء رسمي فيها أو منطقي أو واقعي أو صار حقيقة. أي. لكن لو فرضنا أن عنده ثلاث أرواح يطلع الماضي ان شاء الله زين. فلو فرضنا فرض عرضا فرضا ان عنده ثلاث ارواح، شو اللي يضمن لك ان الثلاث ارواح اللي فيه كلها قويه؟ ممكن تكون روح قويه، روح جبانة، روح معفنه، ما تدري. ليش معفنه عشت هنا؟ لا ما اقصد يعني اذا شفنا واحده اعمسك يمكن هذا روح الجبانة. هذا لو فرضنا ان الحين عنده ثلاث ارواح، فمو شرط ان تكون ذا. هي روح واحده وعزيمه واحده موجوده عنده وقوية فتكفيه وتوفيه هالكلب الحيوان، لكن عنده روح ثانية ممكن تكون ضعيفة جبانة خوافة. مو أنت قاعد أشر هناك، فهمت علي؟ فأنت صمت دهرا وقلدنا فجرا. الله عليك أبو خليل. الله عليك حبيبي. احنا بدينا بعداوة انهيناها بصلح ومحبة حبيبي. الله يسلمك. تعرف انا اصلا تحالف لكل ضد كلام كلمة جولدن سليم وختمه حبيبي. حبيبي طيبين والله يعطيك العافيه. ودنا لو اخذنا الفتاه اسلك اسلحتنا غلقت اساسا، ف بس فرت هذا قاعد ننقهر بس ما ينفع يعني. انا من اللفه الاولى اسلحتي والله. كذا كل وصلنا لنهايه هذا الفيديو، اتمنى انكم استمتعتوا معنا. ولا تنسون يا جماعه قبل ما نختم الشير واللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات لتجيك الجديد اول باول، ودعم السلاسل الجديده اللي قاعد تنزل في القناه. كذا وصلنا لنهاية بنهاية. قولوا معي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أتزول لايك، أتزول شير، لا اشتراك، أتزول اشتراك، لايك والشير ونشوفكم على خير.